مش عادي بالمرة 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 إلى انقطاع النفس، أنك تسعد وتحظى بصديق وفي أحبك كما نقول بالعامية لله، ليس لسلطانك إن كنت ذا سلطان، وليس لمالك إن كنت ذا مال، وليس لعلمك إن كنت عليما، أبدا أبدا لم يحبك لشيء من هذا. والناس عموما تحب لهذه الأشياء، تحب حبا غير نزيه، حبا مغرضا فيه غرض لكي يستفيدوا هم. هذا أحبك لما أنت عليه، تقبلك كما أنت وأحبك، وهو صديق صدوق. بمعنى ماذا؟ كيف يكون صدوقا؟ ينصحك بصدق، وصديقك من صدقك لا من صدقك. نعم نعم نعم، لا، يعلم مواضع الخير ومواضع الشر، يأمرك بهذا وهناك عن هذا بلطف ومحبة، كمحبة الوالد أيها الإخوة المشفق. إن ظفرت بمثل هذا الصديق عض عليه بالنواجذ، إياك أن تفرط فيه والله، واتخذه في الدهر أخا، فربما احتجته في يوم قريب أو بعيد لن يخذلك. وهذا قليل، قليل في كل زمان على فكرة، قليل في كل زمان،